انتخبت خلاص يا امي يا ايوه انتخبت. انت بقى حضرتك النهارده على الانتخابات التحميليه والله ده هي مفاجاه كبيره جدا ان احنا نشوف الاقبال الجامد ده الحاج محمد ابو العينين، عشان الناس تعرف الراجل ده ليه موقف كبير جدا ايام الثوره، ما سابش البلد ومشي، وقف في ظهر الدوله وساند الدوله، وقف مع الغلابه، وقف مع الناس، والراجل ده فعلا ما بيتخلاش عن حد. حضرتك شايف المشهد ازاي النهارده في الجيزه؟ النهارده عرس، ده مش تكملات، دي مش انتخابات تكميليه، دي انتخابات دوله. الناس هنا بتحب الحاج محمد، الناس هنا وطنيه، اهل الجيزه وطنيين، يعرفوا امتى يخرجوا ويعرفوا امتى المرحله دي محتاجه مين ويقفوا معاه. الحاج محمد موجود سواء قبل 2011 واثناء برضو اثناء الاحداث الاخيره لحد الدوره دي موجود وما تخلاش على الناس ومتواجد، والناس كلها بتحبه. حضرتك شفت كبار السن، وحضرتك شفت من اول اليوم للساعه 9 الاقبال كان عامل ازاي، اقبال جماهيري، الناس الكبار السن حتى بيجوا، الشباب موجودين، الفتيات موجوده، المراه موجوده. بصراحه عرس وما كناش نتخيل ان التكمليه بهذا الشكل. شكرا. شوف الشباب بقى، انت ايه رايك في المشهد اللي احنا شايفينه النهارده موجودين دلوقتي فيه؟ المنيب شايف المشهد ازاي؟ حاجه حلوه، الشباب كله بيطلع، وهي دي مرحله الشباب، والشباب موجود، وهو الناس اللي بتقول لا موجودين، بيقول لك مش موجودين، لا موجودين، اللي سايبين اشغالهم وسايبين حالتهم وجايين يقولوا ان احنا موجودين، وده صوتنا، صوت الشباب. ان شاء الله الحاج محمد ابو العينين، واحنا محتاجين نائب قوي يعرف يخدم الناس بجد، احنا افتقدنا النقطه دي. قولي لي يا امي، انت نزلت ليه النهارده؟ كنت حريصه انك تنزلي الانتخابات النهارده. ابو العينين، ان على ابو العينين الله يبارك له، الله يبارك له. تعبانه تصورينا، تعالي بقى نصورك احنا. انت ليه كنت حريصه انك تنزلي النهارده الانتخابات التكميليه في الجيزه؟ الاستاذ محمد ابو العينين، وربنا يخليه ويعليه كمان وكمان يا رب، لان هو بصراحه بيقف جنبنا. احنا شايفين ان السيده والمراه هنا في الجيزه مكتسحه، شايفين هذا الحشد الكبير، ايه رايك في ده؟ اكيد طبعا انا مبسوطه وفرحانه، لان الحاج محمد ابو العينين مش سايب حد، ولا سايب صغير ولا كبير، ولا سايب ست ولا سايب بنت ولا سايب اي حد، دايما مع الصغير قبل الكبير. محمد ابو العينين ربنا يديله الصحه يا رب ويعليه كمان وكمان يا رب، الحاج محمد ابو العينين واكتفي شر المرض يا رب. انا بحب محمد ابو العينين، راجل 10 على 10. بيعمل بتحبه ليه؟ بتحبه ليه؟ بالرغم ان انت مش في الدايره بتاعته. بيدافع عن البلد، مش على الغلابه بس، على البلد كلها، في اي احتفالات، في اي مؤتمرات. راجل وطني من الدرجه الاولى والله العظيم، ويستاهل كل خير. بس مش قادر استاذ محمد وجهت هي للاستاذ احمد موسى. احمد موسى ده يعني راجل 10 على 10، وربنا يصلح حاله. الاستاذ احمد موسى ده اللي توصيل وحدي، راجل بيقول كلمه الحق. استاذ محمد ابو العينين مش محتاج الانتخابات، ده راجل ابن حلال وراجل بيعمل كل خير للبلد كلها قبل ما يحتاج الانتخابات دي، واحنا نازلين له مخصوص مش محتاجين منه حاجه. راجل محترم، بيعمل من غير اي حاجه. راجل بص، راجل ونعم الكلمه بصراحه. شكرا، الله يخليك. احنا اهم حاجه ندي صوتنا اللي يخدم البلد، مش مهم مين بالظبط، المهم واحد يخدمنا في الاخر. يعني الناس كلها عندها وعي، عارفه مين اللي بيخاف على البلد ومين الاحق بالكرسي ده، لان هم عانوا من 2010 لحد النهارده عشان ابو العينين مش موجود، مع انه واقف في ظهرهم، بس لما يبقى نائبه على الكرسي وقاعد على الكرسي تبقى اقوى، وفرص الشعب اقوى في يجيب حقوقه. مين فاتوا من اول ما رجليه نزلت الجيزه وهو راجل خيري. الحاج محمد من عندنا من الجيزه، احنا من الحته، بصراحه هو لامس كده في الجيزه عندنا في الحته، يعني حتى الحته كلها حاسه ان هو برضك في على طول شغال عندنا. مستشفى الرمد بيساهم، مستشفى المصريين بيساهم. لولا هو ما كانتش ام مصري اتنضفت،